والحقيقه لما باجي ادي حديد ما اقدرش اعالج واحده عندها انيميا نقص الحديد بالحديد بس، لان التركيبه المعقده لفكره ان الحديد لازم يدخل فيلاقي قصاده بروتين ومحتاج فيتامين بي 12، محتاج جنبيه فوليك اسيد، محتاج حاجات تعمل اكتيفيشن للانزيمات اللي هتشغل مسار الحديد، فمحتاج اعمل تركيبه معينه داخل دايما اي دواء انا بديه للعيان لازم ابقى ضامن ان الحديد اللي فيه هيدخل كويس ويدخل ومعاه التيم ورك بتاعه. لازم يخش بالمواد الفعاله الكامله بتاعته عشان يقدر ينتج الناتج اللي انا عايزه لمصلحه المريض، لان المريض لو ما استفادتش من الكبسوله اللي هي بتاخدها يبقى انا بديها ضرر بس. اي حاجه ممكن يبقى ليها سايد افكت مهما كانت قليله، انا لازم افيد العيانه بالتجربه المتكامله للمواد الفعاله بتاعتي كلها. هنا ياتي قيمه حاجه زي مثلا ميديكيشن اللي هنتكلم عنه النهارده، فارافيرو بالظبط كده، ده من الحاجات المهمه جدا. فارا دي فارما طبعا، دواء. فيرو جاي من فرس، ده في كل اللي احنا بنحكي عليه ده. صحيح. وهو كاني اديت للعيانه اربع منتجات بس في كبسوله واحده، اديت لها الحديد، اديت لها فيتامين بي 12، اديت لها الفوليك اسيد، واديت لها الانتي اوكسيدنتس والحاجات اللي هتاكتيفيت الانزيمز وتحسن امتصاص الحديد بما لا يؤذي المعده ولا يسبب امساك، وكمان يعدي في تيار الدم بشكل كويس ويوصل منه 95% من الامتصاص، وده من الحاجات الكويسه. والحقيقه ما هو بس ما اسموش فارا فيرو، بس اسمه فارا فيرو 27 عشان انا محتاج 27 ملي جرام من الحديد يوصلوا للحاله دي، لان هو ده زي ما نقول كده النسبه اللي العيانه الحامل فعلا محتاجاها.